وقت ما اعرف الذوق والمحبه الزايده ما عنديش الاهل ما لازم نتفاجئ. العيله هي شجره، القصه قاعده تبعها هي اداره واهل، وانتوا الاغصان. قسم الرياضه غصن من اغصان الشجره، ولكن من هو الشجره؟ انتوا غصن مزهر، غصن مثمر، غصن عم يضحي لكرامه اسم المدرسه. من جمعة كان عندنا غصن تاني كمان عم بيظهر وعم بيغير وش بجيل الانجيل. صح. مش بس صيادو ثبتوا انه الفعل بجميع المهمات هي بالطبيعة. أنا بدي أرجع أكرر شكري ومحبتي لكل شخص منكم. بدي نشكر الإدارة، بدي نشكر لجنة الأهل يلي على 3 سنين ما تركتنا ولا مرة. يلي حسينا إنه قد ما نعمل نحن مقصرين معها، لأن نحن ما قدرنا كفيها قد ما هم يضحوا معنا. لأنه الرياضة مثل ما قلت، الرياضة منا لعبة، الرياضة منا مرحلة، الرياضة هي تاريخ حياة، الرياضة هي مسيرة مجتمع. كل مجتمع رياضي سليم بيكون عنده وطن بيقدر يدافع عنه، وطن بيكون بيحبه وبيحبه وبيدافع عنه وبيحبه. في عندي ورقة يا ريت معي هلا بأحد مدارس لبنان الكبيرة، الورقة معي، وزعوها لأهالي كلهم، لكل أهالي عندهم فريق 2003-2004 وصل على بطولة، كرموه وعملوا العمايل معه ووزعوا. نحن انتم لجنة الأهل ما وصلت، مدرسة ما وصلت، ولكن انتم أكثر بكثير منكم تكرموا. ألو زعفي، عندكم لأبين بطولة متن بعبدة ولأبين بطولة جبل لبنان. انتوا عندكم 18 كاس السنة، مبروك. يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك، يا حياة قلبي مبروك. هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دي.